السلام عليكم. إسرائيل وجهت ضربات عنيفة للغاية صباح هذا اليوم تجاه أذرع إيران، وهذه الضربات كانت قد طالت بشكل مباشر سوريا، ولكن طبعا مستودعات الأسلحة الإيرانية هي كانت الهدف لهذه العملية. وكالة الأنباء السورية، وزارة الدفاع السورية، المرصد السوري لحقوق الإنسان، وحتى وكالة رويترز، كلهم أكدوا ما جرى وأكدوا التفاصيل بالكامل بمعلومات طبعا مختلفة ومهمة للغاية. الذي جرى طبعا، الإسرائيليون قاموا بعملية التحليق خلال هذه الضربة، حلقت طائراتهم طبعا عبر البحر المتوسط ووصلوا إلى غرب اللاذقية، وكانت الضربات موجهة تجاه حلب وبشكل مباشر مطار حلب. المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري كانت حاضرة في هذه المواجهة، ولكنها فشلت تماما في التصدي لأي صاروخ من الصواريخ الإسرائيلية. الضربات الإسرائيلية طالت بشكل مباشر المطار، وأدى هذا الأمر إلى خروج مطار حلب عن العمل تماما، والسلطات السورية طبعا اضطرت إلى تغيير كل الرحلات اليوم المتجهة إلى مطار حلب، غيرتها وجعلت هذه الرحلات أما أن تذهب إلى اللاذقية أو أن تذهب إلى مطار دمشق الدولي. بل إن الضربات أيضا طالت مطارا آخرا وهو موجود في نفس نقطة مطار حلب، ألا وهو مطار النيرب العسكري. وهذا المطار أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن هنالك مخازنا ومستودعات للفصائل المسلحة المقربة من إيران هناك، وبأن الهدف هو استهداف مستودعين تتواجد فيه الأسلحة الإيرانية، ودمرت بالكامل هذه المستودعات لشحنات قادمة طبعا من الأسلحة الإيرانية في هذه المنطقة. ليس واضحا ما إذا كان هنالك أي قتلى أو أي جرحى، ولكن في نفس الوقت أيضا أن وكالة رويترز نشرت تفاصيلا مهمة عن طبيعة النقطة التي استهدفت، وأكدوا بأنها عبارة عن نقطة تابعة للحرس الثوري الإيراني تحت الأرض، وهذا ما ذكرته طبعا وكالة رويترز. قال مصدران من المخابرات الإقليمية أن الهجوم استهدف مستودع ذخيرة تحت الأرض يديره الحرس الثوري الإيراني داخل مجمع مطار النيرب العسكري بجوار مطار حلب، بالإضافة إلى ذلك بأن مركز ألمى الإسرائيلي أكد بأن كانت هنالك طائرة شحن إيرانية هي التي كانت تحلق فوق الأجواء السورية، وهي من نوع اليوجن الإيرانية التي عادة ما يقوم الحرس الثوري الإيراني بشحن الأسلحة الإيرانية فيها إلى سوريا مباشرة وحتى إلى موسكو. في العديد طبعا من اللقطات التي ضبطتها على الفلايت ريدار 24 وغيرها، دائما ما تضبط هذه الرحلات ما تأتي بهذا الشكل، ولكن مركز ألمى الإسرائيلي قال بأن هذه الطائرة تحديدا التي كانت تحلق يوم أمس في فوق الأجواء السورية هي لم تظهر في سوريا منذ 31 من شهر يوليو، أي نهاية شهر يوليو، وهذه طبعا المرة الأولى التي تظهر فيها طبعا في أغسطس. وطبعا هذه الطائرة هي كانت تحلق من الجنوب إلى الشمال في سوريا، أي إلى حلب، وكانوا الإسرائيليون طبعا يراقبونها، ووجهوا الضربات التي شهدناها صباح هذا اليوم في الساعة 4:30 في من توقيت طبعا دمشق. وطبعا إسرائيل هي تراقب هذه المنطقة وتراقب حلب منذ فترة، خلال هذا الشهر كانت تراقب حلب بشكل كبير للغاية، وآخر ظهور وحضور لهذه الطائرات الإسرائيلية من طائرات الاستخبار الإلكتروني السرب 122 الإسرائيلي ظهرت بهذا الشكل الأربعاء الماضي وهي تراقب عددا من النقاط. وسنلاحظ مما ظهر هنا من هذا الرادار، ستلاحظ بأن التحليق يأتي بهذا الشكل، هم يراقبون عددا من المناطق، يراقبون دمشق، حمص، حماة، وكذلك حلب. ولاحظ كيف أنهم هنا يركزون في هذه المنطقة في عمق البحر المتوسط ليراقبوا حلب كما نلاحظ وكما هو واضح. وأيضا كان هنالك تحليقا آخرا ضبطته أيضا الرادارات وكانت واضحة لهذه الطائرات، وستلاحظ كيف أن التحليق هنا يأتي بعد بشكل أقرب باتجاه طبعا أليبو كما تلاحظون هذه حلب. وواضح جدا أنهم كانوا يراقبون شحنات للأسلحة حتى ظهور طائرة الشحن التي تحدثنا عنها يوم أمس، وبعدها جاءت هذه الضربات التي تحدثنا عنها. بالإضافة إلى ذلك بأننا يجب أن ننتبه أن مسألة مطار حلب هي ليست مسألة عادية مثل المطارات الأخرى بسبب مطار النيرب العسكرية الموجود هنا. بالنسبة للطائرات الشحن الإيرانية عادة عندما تهبط في مطار حلب ببساطة تكون الشحنات السلاح
تنقل بشكل مباشر إلى مطار النيرب العسكري، ولنأخذ اللون الأصفر لكي يكون أوضح طبعا من اللون الأحمر، عادة تنقل إلى مطار النيرب العسكري وبعد ذلك ينقلونها إلى إحدى هذه المستودعات على سبيل المثال المتفرقة والتي يخزنون فيها السلاح، التي فيما بعد ممكن أن ينقلوها إلى مطار النيرب العسكري لكي ينقلونها إلى المناطق التي تتواجد فيها الفصائل الإيرانية أو المناطق الإيرانية الخاصة بهم والتي هي تعتبر تحت نفوذ الحرس الثوري الإيراني والفصائل الإيرانية. هنالك أيضا معلومة مهمة للغاية مرتبطة بمطار النيرب العسكري خلال هذا الشهر تحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد ذكر بأن كانت هنالك حركة غير طبيعية خلال هذا الشهر الذي شهد طبعا كل عمليات الشحن الإيرانية إلى هذه المنطقة المهمة للغاية ألا وهي مطار حلب، فتحدثوا بأن كانت هنالك العديد من المروحيات التي حلقت من مطار النيرب العسكري باتجاه المناطق الإيرانية وبشكل مباشر إلى غرب نهر الفرات، وتحدثوا بأن المناطق الإيرانية التي ذكروها هي البوكمال، الميادين، دير الزور، كلها تحت سيطرة الفصائل المسلحة المقربة من إيران، وما ذكروه بأننا كنا أمام 22 مروحية من هذه المروحيات لا يعلمون ما الذي تحمله طبعا هذه المروحيات، ولكنها كانت تتجه إلى هذه المناطق بشكل خاص، وهذا يوضح بأن الإيرانيون عادة عندما يقومون بشحن الأسلحة من إيران عبر الأجواء العراقية مباشرة إلى مطار حلب يخزنوها طبعا في مستودعاتهم وبعدها تنقلها هذه طبعا المروحيات التي تحدثنا عنها باتجاه هذه النقاط، وكلنا رأينا خلال الأسابيع القليلة الماضية العديد من التقارير المرتبطة في مسألة مواجهة الفصائل المسلحة المقربة من إيران من جهة غرب نهر الفرات وكذلك من جهة أخرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية القوات الأمريكية الموجودة إلى شرق نهر الفرات، وطبعا التفاصيل المثيرة الجديدة أيضا التي طرحت مؤخرا من قبل وكالة باس نيوز عن طريق مصدر سوري كردي، تحدث لهذه الوكالة بأن القوات الأمريكية أعطت مهلة للفصائل المسلحة المقربة من إيران إلى غرب نهر الفرات أن تترك مواقعها، بل هذا المصدر تحدث وقال بأن هنالك مسؤولين أمريكيين أبلغوا الحكومة العراقية بأن عليها أن تسحب وأن تبلغ الفصائل المسلحة العراقية التي هي في سوريا أن تنسحب من هذه المناطق. كانت هنالك أيضا تقارير مرتبطة وبعض المقاطع الفيديوية التي تحدثت أن هنالك فعلا بعض الانسحابات التي تمت من الفصائل الإيرانية العراقية طبعا أو العراقية الموالية لإيران الموجودة في سوريا انسحبت إلى الأراضي العراقية. هنالك كلام كثير يجري حول هذه المسألة، والهدف الأساسي بحسب الباس نيوز هي أن القوات الأمريكية تعمل على مسألة أن تتقدم وأن تسيطر على هذه المناطق لكي يقطع الطريق بالكامل على السلاح الإيراني والعناصر الإيرانية التي طبعا عادة السلاح الإيراني يأتي من إيران إلى العراق إلى سوريا، يريدون إنهاء هذه المسألة تماما وهذا هو الهدف الأمريكي، وأيضا يريدون أبعاد ليس فقط الأسلحة وإنما أبعاد الفصائل من أن يكونوا على خط التماس مع القوات الأمريكية في هذه المنطقة، وهي لتأمين هذه المنطقة بأكملها كما ترون وليس فقط غرب نهر الفرات بحسب التفاصيل التي طبعا تحدثت عنها باس نيوز. وإذا ما ألقينا نظرة على هذه التفاصيل سنرى بأنها ليست تفاصيلا عادية، وهذا ما ذكره المصدر. قوات التحالف الدولي حددت مهلة زمنية لميليشيات إيران للانسحاب من الحدود العراقية والسورية والأردنية ومن مناطق التماس مع قواتها في سوريا، وأضافت مسؤولين أمريكيين طلبوا مؤخرا من الحكومة العراقية سحب ميليشيات إيران من الحدود العراقية السورية. وكان هنالك أيضا تفصيلا مثيرا حول تحرك من قبل الفصائل لترتيب أوضاعهم ليكونوا تحت إطار مختلف في تلك المنطقة للخلاص مما ممكن أن يكون قادما لهم. وطبعا وكالة عين الفرات هي التي تحدثت عن هذه التفاصيل وأكدت بأن كان هنالك اجتماعا بين عناصر تابعين للنظام السوري وعناصر من الحرس الثوري الإيراني، واتفقوا على أن تندمج الفصائل المسلحة المقربة من إيران إن كانت العراقية إن كانت كذلك السورية أو إن كانوا الأفغان وغيرهم الموجودين في تلك المنطقة، يجب أن يندمجوا مع الجيش العربي السوري وأن يصبحوا جزءا من هذا الجيش، وبالتالي تنتهي مسألة أن الفصائل يجب أن تخرج أو يجب أن تبقى أو غيرها، هم سيبقون في مناطقهم ولكن بزي الجيش السوري. مع ذلك عين الفرات قالت
بين كانت هنالك اعتراضات من قبل عناصر الفصائل المسلحة الموجودة في تلك المنطقة، وقالوا بأنهم سيشقون عن الفصائل، سيذهبون إلى شرق نهر الفرات ومع القوات الكردية وقوات سوريا الديمقراطية أو إلى مناطق الفصائل السورية التي هي طبعا موالية لتركيا من مناطق سيطرة تركيا في سوريا، وبالتالي سينشقون لأنهم يجدون ببساطة بأنهم ستكون هنالك عملية تصفية فيما بعد ما يصبحوا بالجيش العربي السوري، وسيتغير الوضع لأن هنالك اتفاقا كبيرا يجري ضدهم. وطبعا عين الفرات هي التي ذكرت كل هذه التفاصيل. المثير بهذا الأمر أن إسرائيل تعمل في ظل هذه المعلومات التي تحدثنا عنها الآن الكثيرة حول ما يجري في سوريا، أن إسرائيل تضرب مستودعات الأسلحة بشكل مكثف خلال هذا العام 26 استهدافا إسرائيليا على المستودعات الخاصة بالحرس الثورية الإيرانية، الفصائل المسلحة، حزب الله اللبناني. وخلال هذا الشهر كانت هنالك أيضا استهدافات بارزة، منها ما هو غامض منها ما هو واضح. وعلى سبيل المثال كان هنالك انفجارا كبيرا جاء في مشروع دمر الذي ترونه بالقرب من مشروع دمر في منطقة وفي مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني، كما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكما تلاحظ كيف هي الانفجارات تتوهج بهذا الشكل، وهذا الاستهداف وكان تقريبا في 13 من أغسطس بهذه الطريقة، انفجار كبير للغاية وغامض. وأيضا في نفس الوقت كان هنالك أيضا انفجارا غامضا أيضا لمستودع تابع لحزب الله اللبناني أيضا بحسب ما تحدث عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، ولكنه جاء من ضمن منطقة اللواء 81 من الفرقة الثالثة الجيش العربي السوري، هي التي انفجرت بهذا الشكل. لكن المنطقة معروف عنها بأنها تحت سيطرة حزب الله اللبناني كما يتحدث طبعا المرصد وعدد من الأوساط السورية. وفي نفس الوقت أيضا كنا في 21 من أغسطس، أي بعد أيام قليلة، بعد 6 أيام تقريبا من آخر استهداف من هذه المستودعات، فجأة أيضا كانت هنالك ضربة إسرائيلية واضحة ومباشرة باعتراف العديد من المصادر، أكدت بأن هنالك كانت ضربة مباشرة على مطار دمشق الدولي، وكانت هنالك ضربة أيضا تقريبا إلى شمال شرق الكسوة هنا بهذا الاتجاه، وهي أيضا استهدفت مستودعات للأسلحة. على سبيل المثال إذا ما اقتربنا مما جرى لمطار دمشق وطبيعة المستودع الذي استهدف هناك، وسنلاحظ بمجرد الاقتراب فأن هذه النقطة التي سنتوقف عندها هنا كانت قد استهدفت هنا تحديدا بهذا الاتجاه. إسرائيل ضربت هذه المنطقة بأكملها، ويبدو بأن كان هنالك سلاحا متواجدا بعد أن وصل إلى مطار دمشق كان قد استهدف من قبل الإسرائيليين في 21 من أغسطس، أي قبل 7 أيام طبعا من تاريخ اليوم. وستلاحظ بأن كان الوضع هكذا قبل وهنا بعد، لاحظ التغير، كما تلاحظ التغير كبير وواضح بأن هذه النقطة قد ضربت أيضا حول النقطة التي استهدفت إلى شمال شرق الكسوة. ستلاحظ بأن هذه المنطقة، ومع ملاحظة طبعا هذه النقاط أو هذين المبنيين، ستلاحظ بأن هذين المبنيين هي مباني مهمة لتحديد الموقع بشكل عام وليتطابق مع القمر الصناعي، فإن هذه النقطة أيضا كانت قد استهدفت في نفس اليوم الذي نتحدث عنه، هنا قبل وهنا بعد. لاحظ كيف التغير واضح جدا من هذا الاستهداف. وإذا ما ذهبنا للتأكد من هذه النقطة الأخرى التي جاءت في الكسوة، فستلاحظ بأن الاستهداف أيضا كان مثيرا للغاية من قبل الإسرائيليين. تشعر أن هنالك نوع من التنسيق الذي يجري بين الطرفين. وإذا ما اتجهنا إلى النقطة التي تحدثنا عنها وحاولنا التوقف هنا، ستلاحظ هي تتطابق مع ما ذكرناه. طبعا هذا هو المبنى الذي ذكرناه، وهذا هو المبنى الآخر، وبالتالي النقطة التي استهدفت هنا. وستلاحظ بأننا إذا ما اقتربنا بالقمر الصناعي على جوجل إيرث ببساطة سترى بأن المستودع هو مستودع للذخيرة موجود هنا في هذه المنطقة، كان قد استهدف وكان هو الهدف بالنسبة للإسرائيليين. وإسرائيل الآن بدأت تطور نفسها بشكل كبير على مستوى طائرات الاستخبار الإلكترونية، فهم أعلنوا، وزارة الدفاع الإسرائيلية أعلنت عن أنها قريبا ستطلق هذه الطائرة التي ستراها الآن، ألا وهي أورون 122، واحدة من أحدث الطائرات على الإطلاق في مسائل تجميع المعلومات الاستخبارية، وبأنها تنتظر التحليق التجريبي وأن يكون هنالك بعض التجارب عليها حتى تدخل للخدمة. وهذه على مستوى العالم تتمتع بتقنيات عالية للغاية بحسب ما تحدث عنه الخبراء والجانب الإسرائيلي، وذكر اسم العراق في طبيعة ما ستراقبه هذه الطائرة أيضا، وليست فقط سوريا، وهذا ما ذكرته التايمز أوف إسرائيل حول هذه الطائرة. ستحسن الطائرة قدرة إسرائيل على جمع المعلومات الاستخبارية وتحديد الأهداف للهجوم في إيران والعراق
واليمن وغيرها من المناطق النائية في الشرق الأوسط. إذن الأمور فعلا تبدو غريبة وخطيرة في نفس الوقت، والأسئلة الكبيرة التي تطرح حول استهداف اليوم، هل هي استهداف عابر لهذه الأسلحة أم إنه استهداف منسق لإيقاف مسألة التحليق الذي يأتي من مطار النيرب العسكري تجاه المناطق الإيرانية التي تأتي في مواجهة قواعد التحالف الدولي.